احداث هذه الصاله التي تشكل بيئه علاجيه وتاهيليه مناسبه للمعاقين وللجرحى ولمصابي الحرب، وطبعا جهد جبار وعظيم وسط هذه الامكانيات المحدوده. مرضى الشلل ومرضى الإصابات المخاع الشوكي بيصير معهم اضطرابات نفسية. طبعاً هاي الصالة الحركية بالإمكان إنه يجتمع فيها عدد كبير من المرضى لنفس الإصابة. المريض بيشوف إصابة غيره أقوى من إصابته، بيصير في عنده دافع من الأمل.